قافلة الهدى الدعوية. إحدى قريباتي تشتكي لي من زوجها، تقول والله ما بقي شيء في خدمته، في خدمة أولاده، في بيته إلا فعل. تقول وسبحان الله ما شيء يملعي، دائما في سخط عليه. تقول ما بقي شيء، استنفذت، أحرقت نفسي حظ. تقول حتى أني في صلاتي أحيانا أفكر كيف أرضي. قلت ولن ترضي ولن يرضى عنك ما دام حتى وأنت بين يدي رب العالمين تقرئين كتاب رب العالمين وتفكرين كيف ترضينه، لن ترضين ولن يرضى. جرت الحل، قلت الحل ما مطلوب منك ترضين الناس كلهم، تحرقين نفسك من ساعة؟ قالت كل الساعات معروضة. قلت أبغى ساعة. في ثلث الليل الآخر تقولين يا ربي لا أسألك إلا رضاك، وتبدين تسعين كله بس عشان يرضى سبحانه وتعالى. إذا رضي بيرضي الكل، حتى الملائكة يرضيهم عنك، حتى جبريل يرضى عنك. ملائكة يطوفون في 70,000 بيت معمور كلهم بيدعون. قالت غيره؟ قلت غير، ما في غيره. قالت هذا طيب في دليل في القرآن؟ يقول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ايش بعدها؟ من اللي جعل هو ولا احنا بتعاملنا جعلنا مودة؟ لا، وجعل هو. إذا ما جعل هو والله لو أسعل ليل نهار ما يصير. مساء القلوب ما يملكها إلا الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لكن في واحد إذا أراد يؤلف ولكن الله ألف. قلت القضية عند رب العالمين، نهيب عنده. أنت أرضيه يرضيك الله عز وجل بكل شيء. جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. راحت بعد شهر، هي من محارمي إلا تجي وتقبل رأسي، إلا تجي وتقبل رأسي. أنا ناس الموضوع. قالت أقسم بالله أني ما أسوي 20% من اللي كنت أسويه أول، وأقسم بالله أنه صار يسوي لي أكثر من اللي كنت أسوي له بضعاف بضعاف. تقول صار عندي هم أني أرضي رب العالمين. وفي معادلة في القرآن جميلة، رضي الله عنهم. بس انت توصل هذا، بتوصل كل شيء ما قدر توصل له ولا بتقدر توصل له بيوصلك يعني. رضي الله عنهم ورضوا عنهم. عشان كذا كنت قبل البارح مع الشيخ محمد الحسين يعقوب يقول سنتين وأنا أعلم أولادي إيش أهم شيء عندكم، يقولون أن ربي يرضى عنا. أقول لهم وإيش ثاني؟ يقولون ويزوجنا. قال لا مش شرط. يقول واجي اسأله مرة ثانية ايش ودك ايش تتمنى؟ يقول ربي يرضى عني. اقول له ايش ثاني؟ يقول ربي نجحني. قلت لا مش شرط. يقول الين بعد سنتين صرت اسأل واحد فيهم ايش امنيتك؟ يقول ربي يرضى عني. اقول له ايش ثاني؟ يقول لي وبس. لانه اذا رضي بيرضيك. وعد الله يا جماعة، وعد الله حقا، ان الله لا يخلف الميعاد. رضي الله عنهم ورضوا عنه. سو الأولى والله أن يعطيك الثانية والله.